شخصية ذو القرنين أو الملك الطواف كثير تكلموا عنها. البعض قال هو الإسكندر المقدوني، البعض ذكر أنه هو من ملوك اليمن، البعض ذكر أنه هو أخناتون، البعض ذكر أنه هو قورش. من هو ذو القرنين وليش انذكر في القرآن الكريم؟ طبعا ذو القرنين هو ملك صالح وكان يعني ممهد له ويقدر يسافر من منطقة إلى أخرى، وكان مؤزرا ورجل يعني منتصر مثل ما يقولون ومؤيد من الله سبحانه وتعالى مثل ما تشير النصوص. البعض اللي ذكر أن ذو القرنين المذكور في سورة الكهف هو الإسكندر المقدوني، وهذا الخيار مستبعد لأن الإسكندر المقدوني كان يعبد الأوثان ولم يكن يعني على ديانة توحيدية مثل ما يقولون. أما ملوك اليمن فملوك اليمن حكموا شطر اليمن أو الناحية اليمنية، ما امتد ملكهم إلى المشرق والمغرب كما بيّنت الآيات. نبقى مع أخناتون. أخناتون لم يكن هو الملك اللي يوحد الله سبحانه وتعالى الوحيد في الحضارة المصرية، كان في غيره، بل حتى أن الباحث اللي أشار أن أخناتون هو ذو القرنين كان يشير أن أخناتون كان أصلا يهرب، وهذه بخلاف الآيات. أنا شخصيا وطبعا أنا لا أملك الحقيقة 100%، ولكن هذا الاجتهاد سبقني له غيري من الناس، منهم مثلا أبو الكلام آزاد والمودودي وإسرار أحمد والطبطبائي في تفسيره وغيرها. برأيي أنا والله أعلم هو قورش الكبير صاحب الحضارة الإخمينية الفارسية. ليش أنا أقول هالكلام؟ طبعا إحنا ما يهمنا هل هو كان عربي كان روماني كان فارسي، إحنا نتكلم من مبحث تاريخي فقط.